القصف العنيف للجيش اللبناني على جرد الفاكهة ورأس بعلبك مستمر، وأصواته تسمع في كل بلدات البقاع الشمالي، لا اشتباك مباشر مع تنظيم داعش في الساعات الماضية، إنما تضييق الخناق على عناصر التنظيم بعد سيطرة الجيش على تلال عدة ورفع العلام اللبنانية عليها. وقد لفت بيان عن الجيش إلى أن وحداته تمركزت على تلال ضليل الأقرع، دوار لنجاصة، وقلعة الزنار من ناحية جرود منطقة عرسال، استكمالا لانتشار هذه الوحدات في إحكام الطوق على المجموعات الإرهابية التابعة لداعش. كما واصلت مدفعية الجيش استهداف مراكز هذا التنظيم في جرود منطقتي رأس بعلبك والقاع، حيث دمرت عددا من التحصينات وأوقعت إصابات مؤكدة في صفوف الإرهابيين. ومن جرود رأس بعلبك إلى البلدة التي احتفلت بلديتها بذكرى شهداء الجيش اللبناني الذين سقطوا في تلة الحمراء، الاحتفال أقيم في باحة كنيسة سيدة رأس بعلبك في حضور ممثل وزير الدفاع وقائد الجيش اللواء جورج شريم وحشد من الشخصيات العسكرية والأمنية والدينية وفعاليات المنطقة. ولا راية تعلو فوق راية الجيش، ولا صوت يرتفع إلا صوت لبيك لبنان. بمجدك نحيا كبارا، وفي سبيلك نضحي ونستشهد كبارا، ونسلم الشعلة من جيل إلى جيل. وجيشنا ببسالته النادرة وشجاعته ومناقبية قادته سيلقن المجرمين والعملاء والخونة دروسا قاسية تقودهم إلى الهزيمة الحتمية. كما كانت كلمة لأهالي الشهداء ألقاها العميد المتقاعد والد الشهيد النقيب المغوار أحمد طبيخ، مؤكدا أن الجيش يقف دائما سدا منيعا أمام الخطر مدافعا عن الوطن.